عملناها أجلنا الأمر يعني على أساس الموقف بالفعل كان إيه وتكلف لها أطباق يعني عدة طعام يعني وصلنا خبر وفاة أخت ليكم زميلة في الجامعة توفاها الله وبقيت يعني أصحابكم عمرو وبقيت المجموعة كلهم معاه هناك في المستشفى الآن وأبوها جاي في الطريق فإحنا طلبة منكم بس طلب بسيط إحنا يعني هندعي منكم أمنوا ونصلها إن شاء الله دعاء. بسم الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أبدا أبدا لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة القرآن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون اللهم اغفر لبنتنا تسليم يا رب العالمين اللهم صبر أهلها اللهم اثبت على قلوبهم بالتقوى والصبر والسلوان اللهم اجعلها أفضل لياليها اللهم تقبلها في الصالحين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا قد أتت إليك اللهم قد أتت إليك وهي ضيفة عليك اللهم أفأكرم مثواها يا رب العالمين اللهم اجعل قبرها رمضا من رياض الجنة اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم اجعل هذه الليلة أفضل لياليها يا رب العالمين وابدلها دارا خيرا من دارها وابدلها أهلا خيرا من أهلها اللهم يا رب واربط على قلوب أهلها برؤية صالحة تفتح صدورهم يا رب العالمين اللهم فرح بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها وتقبلها اللهم ارحمها واعف عنها وتقبلها يا رب العالمين اللهم يا ربنا يسر لنا من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه اللهم يسر لنا من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه اللهم إنا نعوذ بك من الموت الفجأة ونعوذ بك أن تأخذنا على غرة اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان ورب راض عنا غير غضبان يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.